مساء الخير عليكم يا ناس الخير، جسبر كو كاع راكو لاباس ومهنيين في ديوركم. اليوم جيت راح ندير معكم لي بينيي. ها هم لي بينيي، هنا درتهم بالسكر. ها هم هادو تاع السكر فيد لداخل، وهادو درتهم اللولوت بلا. درت لهم عندنا 500 غرام دو فارين، عندي زوج حبات بيض هامليك، زوج حبيبات بيض، عندي الملح، عندي 160 مليليتر تاع الحليب دافي، عندي الخميرة تاع البولونجي اون كويير، عندي اون كويير تاع لافاني، عندي 60 غرام دو مايزينا، عندي 70 دو سكر نورمال تاع الطاولة، وعندي قلت لكم 500 غرام دو فارين. عندي البيتران سي اوبليجي نخدمو لو بيتران. هنا لو بيتران تاعي نرمي كلش السوائل هادوك. استني بسم الله، نرمي 500 غرام دو فارين. بسم الله، ونزيد اون كويير تاع الخمارة تاع البولونجي. فوالا اون كويير، ونزيد 160 مليليتر تاع الماء تاع الحليب عفوا دافي. فوالا، ونزيد ما نديرش الملح دوقا، نزيد 70 غرام دو سكر زيد نرميهم، ونزيدو 60 غرام دو مايزينا نرميهم. نديرو غير السوائل نرميهم على خطرة باش نشعلو لو بيتران. نبدا هنايا نهبط لو بيتران تاعي، نبدا نديرو ونعاودلكم. هنا دوقاتي نحكم معكم زوج حبيبات بيض، زوج حبيبات بيض تغسلوهم سي نورمال، وترموهم في لاباط. فوالا في لاباط، وهنا نديرو المغرفة تاع الملح. الملح تاعي كوم يهبط غير بالعقل. نديرو في الكويير باش نشوف واش يهبط لي، دي فوا يهبط دي فوا ما يهبطش. فوالا اون كويير، فوالا. وهنا ندير لو بيتران تاعي ونعاود لكم. هذه هي هاوليك هاوليك، نخليه يخمر، سمحولي نخليه يخمر ونعاود. هنا دوقا هاوليك طلع لي سبرك الكاميرا. نبدا نحلو، نرشو لو بلون دو ترافاي تاعنا. يطلع لا بروميير فوا ويزيد يطلع لا دوزيام فوا. هنايا غير بالعقل باش نقطعوه باش يزيد يطلع بإذن الله.
هنا نحكم لو باكي نحكم ان بلاطو اي بلاطو واحد بيه نحط البلاطو الكاري نحكم ان سيزو من هذا انا بلبن ما كان خدمهم بلبن كبير بلا بلا ما قيس اي ديزاين نحبني هكذا هكذا كنت بتحبك هكذا بتحبك نحوص على هاد البيكاتين هنا كيفاش ندير نحكم ان فيغ كيما تحبو نتوما انا حبيت هاد لو فيغ نقطع بيه فوالا انا حبيت نقطع فيه هاد لو فيغ هاد لو فيغ وانا نقول بسم الله نديرو لا فارين مازال زيت تطلع تحكمي هكذا في البابيو في البابيو انا نقول سمحوا لي ونزيدو نخلوه حتى يطلع اكو الشتو تاعي انا درتو بالشيكولا وكل واحد كيفاش يحب يعمر تحبي تعمليه اختي بالشيكولا تحبي تعمليه غير ديري غير بالسكر كاين اللي يحبوا ياكلوا غير بالسكر ماشي مشكل نعملهم هكذا يا خواتاتي ونعاود لكم كي زيدو يطلعوا ان شاء الله باش ما يطولش الفيديو ليا هكذا شوفي خليه في سنيوه زيدي تعاودي تغطيه ب طرشنا وتخليه كي يطلع هذاك الساعه تكوني وجدتي الزيت باش تقليهم ونعاودهم مع خواتاتي وهنا راكو تشوفوا اني بديت نقلي فيهم شوفوا هانيك
بغيت ندي نخبط يعني نقلبهم نقلب بسم الله نقلب هذه هي لي بيني كي ريحو باش نحطو نقلبهم بسم الله سلمي كريم شويه طلعوا باش نحيهم انا عندي هنايا تبيسي درت له فيها السكر كاين اللي يحبهم بالسكر وكاين اللي يحبهم بلا سكر فوالا انا حطيت نلعبهم كاع بالسكر باش نعمرهم نعمرهم بالنيتيلا اللي يحب ياكل بالنيتيلا فوالا هذه هي نقليهم كاع يديك خواتاتي ونعاود لكم ان شاء الله فوالا نعاود هادو